الراديو 90 هواها مصر. يا صباح الفل على مستمع الراديو 90 هواها مصري. احمد خيري موجود معاكم النهارده وحلقه جديده من حال بلدنا هنتابع فيها مجموعه من الاخبار، بالاضافه ليها هنحاول نروح كده لوزاره البترول نعرف ايه الجديد اللي فيها، وبالذات وزاره البترول يمكن الكلام قليل فيها شويه، ما بيتحدثوش مع الاعلام كتير ولكن شغلهم على الارض كتير، فيكون لنا الشرف النهارده يكون معانا على الهاتف الاستاذ حمدي عبد العزيز المتحدث الرسمي باسم وزاره البترول. استاذ حمدي صباح الفل. واضح ان في خطأ في الاتصال، هنحاول نرجع مرة تانية ونكلمه عشان نعرف مجموعة من الأخبار عن وزارة البترول، عن الاكتشافات الجديدة، عن مجموعة كده من الأخبار نفهم الموضوع. بالإضافة عندنا حلقة مهمة كمان النهاردة بنتكلم فيها عن مبادرة محترمة جدا معمولة صراحة من الهيئة العربية للتصنيع تحت شعار علم ابنك حرفة. هنتعرف على تفاصيل المبادرة، ايه التفاصيل بالضبط، هيتم الإعلان عنها ازاي، الهدف منها ايه، نية الاستمرار فيها هتكون لسنين كتير ولا مبادرة وقتية وهتخلص. هنتعرف على تفاصيل كتير كده ان شاء الله نعرف ايه الموضوع. عندنا خبر برضو يمكن زمان العزيز محمد صابر بيتكلم عن تنفيذ خطة أمنية مستحدثة للأقوال الأمنية بالقاهرة. القوى الأمني ده بيبقى مجموعة من الضباط في مجموعة من العربات بينزلوا ويلفوا في مناطق كتير. التفاصيل بيقول تم القبض على 5 أشخاص بالنزهة الآن بحوزتهم مبلغ 8,886,000 جنيه للإتجار بالعملة، وتوقف حركة المرور موجودة برضو في طريق صلاح سالم ده على الحالة المرورية. عايزين يبقى زمان العزيز محمد صابر معانا، بس عندنا النهاردة حاجة كتير في الحلقة، هنحاول نتكلم أكتر بالتفصيل بكرة عن الأقوال الأمنية الموجودة في محافظة القاهرة وبتلف شوارع القاهرة دلوقتي سواء الصبح أو بالليل لضبط الحالة الأمنية والخروج على القانون. وزي ما بيقول خبر حصري لينا اهو عن ضبط 5 أشخاص بحوزتهم 8,886,000 جنيه لإتجار بالعملة. هنعرف التفاصيل برضو مع طبعا زملائنا المختلفين على مدار اليوم وموقعنا المتميز مبتدا.com. هنبدأ في حلقتنا ونستقبل بعد قليل ضيفنا الكريم مهندس أشرف خليل رئيس قطاع الموارد البشرية بالهيئة العربية للتصنيع، نعرف معاه تفاصيل المبادرة، ونحاول نروح برضو للأستاذ حمدي عبد العزيز المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول نعرف مزيد من التفاصيل معاه إن شاء الله، ونرجع معاكم مرة تانية. هواها مصري على الراديو 90 لسه احمد خيري مكمل معاكم في حال بلدنا، ورجع لنا تاني استاذ حمدي عبد العزيز المتحدث الرسمي باسم وزاره البترول. وزي ما قلنا في بدايه حلقتنا يمكن كلام وزاره البترول مش كتير مع الاعلام، بيشتغلوا كتير على الارض اكتر، ولكن فرصه سعيده يكون موجود معانا ونتعرف منه على كثير من الاخبار. استاذ حمدي صباح الفل. صباح الخير احمد، ازيك؟ ازاي حضرتك؟ انا عارف وقتكم دايما مشغول، ما بتفضلوش الكلام في الاعلام كتير، بتشتغلوا اكتر. انا عارف حضرتك دلوقتي كمان فين وبتعملوا ايه، فربنا يكون في عونك ان شاء الله. ولكن كثير من الاخبار عن اكتشافات كتير بنتداولها على المواقع الاخباريه وعلى السوشيال ميديا، اعرف حقيقه الاكتشافات دي ونطمن المستمع المصري كده ايه الاخبار. احنا ما بنعلنش عن اكتشافات بمجرد الاكتشافات، تمام؟ لما بنيجي نعلن بنعلن عن اكتشافات حقيقيه، يعني لازم الاول نتاكد من ارقام بعد الحفظ، نتاكد ان المخزون مظبوط، الاحتياطي مظبوط، بيتحط خطه للتنميه، وعلى هذا الاساس بيتم عرض هذه الاكتشافات. وحتى الشركات الاجنبيه هي اللي بتقوم بالاعلان عن هذه الاكتشافات، لان هي طبعا بتبقى هي اللي بتحفر وهي اللي بتنفق. فدائما وابدا زي مثلا شركه إيني الايطاليه اعلنت عن كشف، شركة إيني وشركة بريتش بتروليوم اتكلموا عن حقل نورس في الدلتا. فهذه الشركات هي اللي بتتحدث عن الاكتشافات لما تظهر، اللي بتعلن ان دي بتبقى نتائج اعمالها. ففي نفس الوقت فعلا في دلوقتي عندنا عدد من الاكتشافات بالنسبة للغاز الطبيعي بالذات، تمام؟ في اكتشافات بيتم حاليا وضع خطة لوضعها على الانتاج، في عندنا خطط طبعا بالنسبه بالذات للغاز الطبيعي، عندنا خطه للغاز الطبيعي والزيت الخام ان احنا عايزين نزود الانتاج بتاعنا. احنا عارفين ان احنا عندنا فجوه حاليا ما بين انتاج الغاز الطبيعي وما بين استهلاك الغاز الطبيعي، تمام؟ في استهلاك ضخم جدا دلوقتي خاصه من الكهرباء، فبالتالي احنا عندنا فجوه، عشان كده بنسد هذه الفجوه دلوقتي من خلال استيراد الغاز المسال. احنا في عندنا مركبين لإعادة التغييز بيتم استيراد غاز مسال، يجي في المركبين موجودين في العين السخنة، يتم إعادة تغييز الغاز وضخه في الشبكة القومية للغازات الطبيعية.
احنا عايزين اوضح حاجة مهمة. اتفضل. ان احنا عشان نقدر نزود الانتاج بتاعنا لازم نعمل ايه الاول؟ نعمل طرح مزايدات عالمية. عندنا هيئة البترول والشركة القابضة للغازات وشركة جنوب الوادي القابضة للبترول. لازم نعمل الاول نطرح مزايدات عالمية، وبعد طرح المزايدات العالمية تتقدم الشركات العالمية. نعرفين ان صناعة البترول صناعة خطرة، بمعنى ان هي بتتطلب استثمارات ضخمة وبتتطلب تكنولوجي معين عشان تقدر تحفر في المياه العميقة، وبالتالي هي المخاطر بتاعتها بتبقى مرتفعة. عشان كده يبقى بيتم طرح المناطق امام الشركات العالمية ذات القدرة في هذا الموضوع، لان الشركة لما بتحفر بير حوالي 300 مليون دولار في البحر في المياه العميقة، لو ما لقيتش غاز او ما لقيتش بترول او طلع جاف تمام بتاخد بعضها وتروح، وهي بتاخد كل المخاطر. تمام. فاحنا في منذ عام 2010 وحتى قعدنا 3 سنين ما بنعقدش اي اتفاقيات بتروليه. بعد من عام 2013 السنتين اللي فاتوا دول كلهم احنا وقعنا 67 اتفاقية بترولية، منهم 50 اتفاقية جديدة، واللي دي كان فيها من ثمارها برضك حقل زهر. في نفس الوقت في 17 اتفاقية تعديل. هذه الاتفاقيات الحد الادنى لانفاق الشركاء الاجانب فيها 14 مليار دولار، اكثر من 14 مليار دولار. طبعا كان لها مردود ايجابي هذه الاتفاقيات، ان احنا نمره واحد. استاذ حمدي، الو، واضح برضه ان في خطا في الاتصال. انا عارف ان استاذ حمدي دلوقتي كمان قاعد مع وزير البترول ومع لجنه من مجلس النواب بيبحثوا موضوع زياده الاسعار كمان بالنسبه للبنزين، هل هي اشاعات ولا ممكن يبقى فيه زياده. هنحاول نعاود الاتصال بيه مره تانية ونستقبل ضيفنا الكريم مهندس اشرف خليل رئيس قطاع الموارد البشريه بالهيئه العربيه للتصنيع، ونرجع نكمل معاكم مره تانية. هواها مصري على الراديو 9090، اسم كريم معاكم حلقتنا. ويمكن كان في بداية الأسبوع كان منورنا مهندس عبد الصادق رئيس مجلس إدارة مصنع قادر التابع للهيئة العربية للتصنيع، واتكلمنا على المجهودات اللي بتتم الصراحة من منتجات جديدة، واتكلمنا أيضا على مبادرات محترمة بتعملها الهيئة العربية للتصنيع. عشان كده منورنا النهاردة مهندس أشرف خليل رئيس قطاع الموارد البشرية بالهيئة العربية للتصنيع. باشمهندس صباح الفل. صباح الخير. كنا بنتكلم مع مهندس عبد الصادق وكلمنا، قال لي في مجموعه من المبادرات الهيئه العربيه للتصنيع بتعملها مش بس للابحاث الجديده والمشروعات الجديده اللي بتتم، ولكن لتدريب الايدي العامله الجديده، تبني الحرف الجديده، تبني الايدي العامله الفنيه تحديدا. ومن ضمن دي يعني مبادره عند حضرتك اسمها علم ابنك حرفه، ايه الموضوع؟ هو في الحقيقه يعني الهيئه، رئاسه الهيئه دايما بتكمل دورها الصناعي بمسؤوليتها المجتمعية. تمام. أحد هذه الموضوعات أو العناصر الرئيسية اللي بنشتغل فيها في المسؤولية المجتمعية هي إزاي إن إحنا نبني جيل جديد. الجيل الجديد بنحاول إن إحنا خلال مبادرات تطلقها الهيئة، هذه المبادرات لها هدف رئيسي، وهو إزاي ولادنا في سن الناشئين الصغيرين من 12 ل 15 سنة نعلمهم احترام العمل. تمام. ان له العمل هو له قيمة وله احترام، ولابد ان يكون لي بالنسبة لهم الاسس السلوكية الاول، السلوكية بتاعته. تمام. بالاضافة اللي احنا بنضيف ليها ان احنا بنحاول نعرفه مهنة او حرفة يقدر بيشوفها قدام عينه كل يوم، زي الكهرباء والسباكة والنقش والدهان والنجارة، بحيث انه يقدر خلال ممارسته اليومية يقدر يزودها. نقدر نقول يا باشمهندس دي مبادرة مطلقة لكل حاجة ولا لمشروعات أو خدمات عايزينها فخدتوا مجموعة من الناس تدربوهم ليؤهلوا للمشروعات اللي أنتوا عايزينها دي؟ لا خالص، دي مطلقة للمجتمع كله. مطلقة خالص لكل فئات المجتمع وكل عناصره. علم ابنك حرفة. طب أنا دلوقتي المبادرة دي هتطرح إزاي؟ أنا ابني فعلا عايز أعلمه حرفة، أو حسيت إن المبادرة دي وتحديدا في الهيئة العربية للتصنيع هيكون على مستوى عالي من التدريب والكفاءة، أعمل إيه؟ إحنا السنة اللي فاتت عملنا المبادرة الأولى. تمام. تحت نفس المسمى. نفس المسمى. تمام. طبعا. بنعمل لها نوع من انواع طبعا الاعلان من خلال وسائل الاعلان العاديه. تمام. سواء المقروءه او المسموعه او المرئيه. وبننزل على الويب سايت بتاع الهيئه استماره للالتحاق وللتقدم، حاطين لها شروط بسيطه خالص، انه السن ما يكون من 12 ل 15 سنه. تمام. وانه يكون طبعا مصري، ودايما في الفتره من ديت الطلبه بتكون
في المرحلة الإعدادية عموما. بنقول إعداد التالتة بتكون الفترة دي يا باشمهندس تقريبا فترة التدريب. احنا بننفذ المبادرة خلال فترة الأجازة الصيفية لمدة أسبوعين، أربع أيام في الأسبوع. الاسم بتاع المبادرة هو علم ابنك حرفة، لكن المضمون فيه حاجات كتيرة. المضمون فيه شق سلوكي، شق تربوي، بالإضافة وبالذات في السن ده مهم جدا. بالضبط، بالإضافة إلى إن احنا دايما عايزين نرسخ في الولاد ولاء والانتماء للوطن. فبالتالي بنعرض عليهم مجموعة من الأفلام الثقافية. الأفلام دي أفلام هدف منها إن أنا أوري له ثقافة بلده، انتمائه لبلده، حرب أكتوبر، زيادة وعي وزيادة الحس الوطني عنده، أزود الحس الوطني، أحسسه بقد إيه البلد فيها تاريخ وليها تاريخ وليها وضع وليها مسؤولية. ممكن حد يسمعنا دلوقتي عشان قلت ما هو أسبوعين مش كفاية، مش هيلحق يعني ما بين تربية سلوك معين وبين تربيته بقى الفنية وتدريبه. حضرتك احنا برضو دايما بنراعي الشق النفسي عند الولد. تمام. أو البنت. ان الوقت بتاعه برضو بنحاول نخلي اليوم يومه ممتع، يومه تفاعلي، في أفلام وفي نفس الوقت بيشتغل حرفة، بنديله نوع من أنواع إزاي يحافظ على نفسه، نوع من أنواع الأمان والصحة المهنية. بالإضافة إلى أن أنا برضو بديله بعض الحاجات الخاصة به، إزاي يعمل إسعافات أولية، يعني بيبقى اليوم بالنسبة له مشوق. عشان كده ما بشغلش حتى الأسبوع كله. احنا بنديهم أربع أيام في الأسبوع، حد اتنين تلات أربع، وبنسيبه يستمتع بأجازته خميس وجمعة وسبت. هل المبادرة دي باشمهندس بتبقى أسبوعين لمجموعة الطلبة اللي دخلوا في المبادرة دي وبتستمر أسبوعين تاني بطلبة أخرى، ولا هي أسبوعين المبادرة بتبقى أسبوعين في السنة؟ حضرتك احنا أطلقنا المبادرة اللي فاتت وكانت أسبوعين بس ونجحت الحمد لله. الحمد عملنا لله. واحدة تانية السنة دي بس زودنا عليها الإناث. دخلت البنات، المرة فاتت ولاد دخلنا البنات. ودخلنا البنات نعرفهم برضو مجموعة من الحرف اليدوية البسيطة، مشغولات خياطة معدنية مثلا، مشغولات لا كانت مشغولات معدنية أو قطنية أو صوفية. إن شاء الله ممكن هندخل بعد كده المبادرة الجاية الخياطة والطبيخ أو الإتيكيت. اتقدم قد إيه تقريبا يا باشمهندس؟ والله الحقيقة اتقدم المرة دي حوالي 120 في المبادرة اللي فاتت. احنا خدنا منهم طبقا للشروط، طبقت عليهم شروط 91 واحد، 25 بنت و 66 ال 30 مثلا كان دول كان خارج السن، مش اب وام مصريين. كان في إيه؟ ناس حضرت المبادره اللي فاتت بنقول هي مره واحده تحضر، هي مره واحده اللي حضرت. اتنين، في ناس بيبقوا اعلى من السن او اقل من السن. هل ممكن بتشوف حد مميز شويه في المبادره في ده انا عايز استغله فهكمل معاه التدريب ده، ممكن اعوزه في مصانعي، ممكن اعوزه في شغلي؟ مش الهدف من المبادره كده مش ده. ابدا. احنا لو حضرتك مع انه هدف مشروع برضه يعني انا الاقي لا دي شق اخر بنعمله. ده شق تاني. لكن احنا النهارده بنقول عايزين ننمي وعي. عايزين نرسخ مفاهيم في سن السن ده هيتقبله الولد او البنت. هو في السن ده قابل ان هو يقبل ويستوعب منك وممكن يعني تؤثر فيه. يمكن اقل من كده صعبه واكتر من كده خلاص بيكون بالظبط تشكيل الوعي بيبقى صعب بالنسبه لك شويه. الفئه العمريه اللي تتناسب واللي احنا والفكر اللي عايزين نوصله. هل الاسر اتكلمت مع حضرتك مثلا بعد المبادره اللي فاتت في السنه اللي فاتت ان الابن فعلا استفاد، الابن بقى يصلح معايا في البيت حاجات، الابن بعت لنا رسائل كتيره على الايميل بان في ناس فعلا السلوكيات بتاعه ولاده اتغيرت. لان احنا عندنا عنصر الالتزام، بنعلمه الالتزام. ازاي يحافظ على ادواته، اهميه العمل الجماعي. ازاي انت لوحدك مش هتقدر تعمل، احنا كلنا هنعمل. وبالتالي الثقافه دي لما بتتنقل حتى ولو للعدد القليل ده بدوره هو هينقله لغيره لغيره. لسه مكملين مع مهندس اشرف خليل رئيس قطاع الموارد البشريه بالهيئه العربيه للتصنيع، وبنتكلم على مبادره محترمه جدا بدات من السنه اللي فاتت، علم ابنك حرفه، وتعرفنا منه ان هو بيشتغل اكتر على سلوكيات الطالب في الوقت ده وطالب الاعداديه تحديدا زي ما هو قال بالسن من 12 ل 15 سنه، مواصفاته لازم يكون مصري في الفتره زي ما قلنا فتره الاعداديه. ولكن عايز اسال باشمهندس بقى بعد ما نرجع من الفاصل، مين اللي بيقوم بالتدريب في الكلام ده؟ لان طبعا معنيين برضو اللي بيدرب، هل هو عنده الحس الوطني؟ هل هو عارف؟ هل بيستعينوا من مدرسين مثلا سلوكيات من بره؟ هل بيستعينوا باصحاب حرف من بره عشان يدربوا؟ ده اللي هنعرفه من المهندس اشرف خليل بعد الفاصل. عايزين تتواصلوا معاه من خلال ارقام رسائلنا على 199 او من خلال تليفوناتنا على 2 18 10 8 66، او ممكن نتواصل مع بعض من خلال صفحتنا على الفيسبوك سلاش الراديو 9090.
هواها مصري على الراديو 90 90. لسه احمد خير مكمل معاكم في حال بلدنا وفي ضيافتنا ومنورنا في الاستوديو المهندس اشرف خليل رئيس قطاع الموارد البشريه بالهيئه العربيه للتصنيع، وتعرفنا منه على مزيد من التفاصيل عن مبادره تحت شعار علم ابنك حرفه اللي بدات من السنه اللي فاتت واثبتت نجاح. وقال لي كمان ده حتى اولياء الامور بداوا يبعتوا له تفاعل من خلال الايميل على ان اولادهم فعلا اتغيروا. فالمبادره دي تمت كمان السنه دي، بتبقى على مدار اسبوعين. ولكن سالت الباشمهندس قبل ما نطلع للفاصل سؤال مهم جدا، مين اللي بيقوم بالتدريب واماكن التدريب واليات التدريب بتبقى ايه؟ في الحقيقه الهيئه عندها من المدربين المؤهلين بصوره جيده سواء داخل مصر او خارج مصر. تمام. في المبادرات اللي زي اللي احنا بننفذها دي بنحتاج شق اخر غير التدريب الفني. التدريب الفني ده جزء من المبادره وهدف من اهدافها، او التدريب على الحرف، ولكن في جزء اخر سلوكي. فاحنا في ناس بنستعين بيها بحاجه بيطوروا الذات. لما بيقعدوا يتكلموا في الموضوعات العامه وازاي يغيروا في اليات الفكر للطالب في السن ده، بيبتدي يكسبوا نوع من انواع التواصل مع مجتمعه بصوره جديده. فبنستخدم ناس او بنستعين باخرين في تطوير الذات. شق اخر بنستعين بيه وهو الافلام، الفيديو اللي بتعبر عن اللي احنا عايزين نوصله. تمام. ده فبنسميه ده تدريب تفاعلي. في واحد بعد ما يخلص الفيلم الفيديو يبتدي يتواصل مع الطلبة وهو قاعد عشان يشوف يا ترى قدر الفيلم يأثر فيه، ايه اللي حصده من الفيلم بالظبط كده. الشق الثالث ان انا بخلي المتدرب الطالب الصغير ده يشتغل بايده كل حاجة. مش بقوله لا استنى نعمل او بص انا هعمل ايه او الهاب النظري، هو اللي بيعمل. هو اللي بيعمل بايده كل حاجه. علشان اخليه يعمل كل حاجه عاملين لهم كتيب عملي. كتيب فيه لكل حرفه عملها مجموعه من التمارين العمليه بخطوات بسيطه جدا ورسومات توضيحيه. وفي اخر الدوره سياده الفريق عبد العزيز سيف رئيس لاعبي التصنيع بيهنيهم ويديهم شهاده تقدير وهديه شنطه عد. الشنطه دي هي الادوات بتاعته اللي عشان لما بيخرج منها حافز تشجيعي ليه ومنها هيعوزها في التدريب ده لو حب بعد كده. هي دي الادوات اللي وطبعا مصنعه عندكم فرخيصه فما جبتهاش من بره. فبالتالي لو بصينا للاربع عناصر اللي اتكلمنا فيه بتخلي الموضوع عالق في ذهنه. ما بتخلوش يفقده طول الوقت. يمكن اعترضت مع حضرتك على في بدايه الحلقه عن قصر المده 15 يوم يوم، بس على اللي انت بتقوله كده لا ده كتير. لو ده 15 يوم كده كتير. لو حضرتك بصيت على ال 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 فعاليات المبادره بعد ما خلصت تشوف الولاد بيعملوا ازاي لوحدهم الشغل حقيقه. يعني ليه احنا بنختار المده؟ ما اخترناهاش، ما حطيناهاش كده يعني. ده الوقت ده لقيناه هو امثل وقت او امثل فتره تقدر الولد يستوعب وكمان ما يحسش بملل. فبيحس باستمتاع. بيحس انه جاي يعني، وخاصه ان فتره اجازته هو حاسس انه خلص المدرسه فمش عايز بقى اخش في مذاكره تاني او تدريب تاني. حبيب فبيحبها. فبيطلع النتائج احسن. بس اللي حضرتك قلته ده برضو يمكن انا علق حاجه مني، التواصل ازاي مع مجتمعه، لان خاصه في السن ده خلاص دلوقتي هو التواصل كله من خلال وسائل التكنولوجيا الجديده والسوشيال ميديا، فهو انفصل عن المجتمع، هو انفصل عن بيته اصلا. الفكر ده جه لحضرتك ازاي ان انا ارجعه تاني يبقى في تواصل مع مجتمعه وتواصل مع زمايله؟ ده فكر محترم جدا صراحه. انا الحقيقه بس عشان ننسب الحق لاصحابه، هو فكر المبادره هو اللي اطلقه سياده الفريق عبد العزيز سيف رئيس الهيئه. تمام. بحقيقة عليه الصراحة طبعا. وهو نقل لنا الفكر اللي عايز يعمله. احنا بدورنا كتنفيذيين ابتدينا نشتغل على الهدف المطلوب عشان نحققه باعلى درجاته. لا دي بجد ده سلوك مجتمع احنا عايزين يرجع تاني، بالذات في السن ده. تلاقي حاجة في السن ده في البيت هو مفصول عن البيت، هو مش موجود معهم، هو مركز قاعد مع تليفونه مع السوشيال ميديا مع ان نرجعه ويرجع فيه تواصل تاني مع مجتمعه. ده مش بس بقى بيتعلم حرفه، لا انت رجعته لبيته ورجعته لاصحابه ورجعته لاهله، فهدف محترم جدا. اماكن التدريب بتبقى فين مثلا؟ لان هل بتحتاج معدات، بتحتاج اجهزه، بتحتاج حاجات؟ الهيئة العربية للتصنيع الحمد لله بتمتلك معهد للتدريب ومركزين للتدريب الفني والمهني. تمام. واحد في منطقة مصر الجديدة وواحد في منطقة حلوان. فالولاد بيتدربوا حاليا في مركز تدريب مصر الجديدة. اللي هو في الكيلو 17 طريق مصر السويس. تمام. وده يعني جنب مبنى رئاسة الهيئة. تمام. دي أماكن التدريب. اعتقد بعد الحلقه النهارده هيبقى في اولياء امور كتير جدا ممكن يكونوا سمعوا، فاحنا عايزين نخش المبادره دي او عايزين نشترك او عايزين نعمل. هل ممكن يبقى في تفاعل من قبل حضرتك ومن قبل الهيئه ان احنا المبادره مثلا يبقى في مرتين في السنه، ممكن تزيد السنه الجايه؟ ممكن
سيادة الفريق لما لقى الولاد استفادوا وكانوا مبسوطين في المبادرة اللي خلصت يوم الأربع اللي فات، أطلق مبادرة جديدة هتبتدي بكرة إن شاء الله. دي حصر لينا. لا قول لي بقى يا باشمهندس. هنبتدي بكرة مبادرة جديدة يوم 23/8 تمام، لمدة أسبوعين برضو بنفس الآليات ونفس الـ. طب هل هي هتبدأ بكرة وتم اختيار خلاص الأشخاص، ولا من بكرة هيتم الإعلان إن اللي عايز يتقدم؟ أعلن عنها يوم عنها. وإحنا يعني بنستقبل الطلبات النهاردة وإن شاء الله بإذن الله هنبتديها من بكرة. هزعج حضرتك وأقول لك لو حد عايز يقول طب هستقبل الطلبات على إيه، يعني أتواصل مع مين، أكلم مين؟ هيخش على سايت الهيئة www.aoi.com.org.eg. هيكون حالا موجود على صفحتنا www.aoi.org.eg، هيلاقي الطريقه اللي يتواصل بيها وهيلاقي الاستماره موجوده ويبعتها على الايميل واحنا بنستقبلها على طول وبنبعت. اخر وقت تلقي طلبات بكره. يعني احنا مش بنعمل الموضوع يعني احنا عايزين ندرب واحنا عايزين نشتغل للمجتمع، بنعمله بلا هدف، مش هادفين لاي حاجه غير استفاده الناس. من تايتل حضرتك رئيس قطاع الموارد البشريه بالهيئه العربيه للتصنيع، اعتقد ان حضرتك عندك شغل تاني خالص ومشغول بيه، وعندك اليات تانية في عملك، وعندك تدريبات تانية، وعندك شغل تاني. ايه اللي حط حضرتك انك تعمل المبادره دي وتشغل نفسك ان انا لازم اعملها؟ ده شغل الموارد البشريه، انها احد شغلها ازاي تطور وتنمي المجتمع وتنمي العاملين. يعني انا جزء من عملي هو، ما انت اوريدي شغال على العاملين جوه، وده عدد كبير جدا المفروض يكون في عونك. ان انا ادخل مبادره كمان زي دي هتاخد من وقتك. ده تكليف عملنا كده، ولازم ننفذ اللي الحمد لله بنقدر نوصله لمجتمعنا. اليات عمل حضرتك ان زي ما بتقول مثلا معني بتدريب وتاهيل كمان العاملين عند حضرتك، بتشتغل عليهم ازاي؟ يعني العاملين حاجه بتيجي تختاره مثلا، بتختاره ازاي؟ اختار ان ده هيشتغل عندنا انا محتاجه، او هيطلع منه كذا، ولا انت بتبقى محتاج مثلا مهندس، محتاج مذيع، محتاج بتجيبه جاهز وبتحطه؟ لا، الحقيقه الهيئه ليها اليه في الاختيار المعينين الجدد. تمام. بنبتدي طبعا نعمل اعلان وعندنا مجموعة من الاختبارات، اختبارات نظرية واختبارات سلوكية، زائد زي لقاء بنتم مع مجموعة من القادة علشان نبتدي نحدد الاختيار، وبنبتدي نديله درجات للتقييم، وبنبتدي ناخدهم عندنا الهيئة. مجرد ما بيجوا الهيئة بنعمل دورة تدريبية للمعينين الجدد، سواء هم فنيين، إداريين، مهندسين، كل حسب نشاطه. الدورة التدريبية بنديله فيها إكساب مجموعة من المهارات والتدريب وإعادة تقييمه بعد الدورة. مهارات وتدريب للي هو موجود عنده أصلا من موهبة، ولا اللي حاجة بتحتاجه؟ إحنا بنشوف محتاجين مثلا على سبيل المثال فنيين أو مهندسين المشروعات او البحوث او الانتاج. بنبتدي ندي دوره تدريبيه. الاول بنعرفه الجهه اللي انت جاي فيها دي ايه. بالظبط، لازم الاول اعرفه انت فين. شكل سلوكي برضه والالتزام طبعا. لما يعرف هو فين يبتدي بناء عليه يتحرك معايا، يبتدي كل ما اوتي من قوه يبتدي يحطه. ده طبعًا. الاول انا عايز اوصل لكده عشان ابتدي احفز عنده شق اخر، وهو شق انه يكون عنده الوعي ان هو في جهه، هذه الجهه ترقى ان هو لازم يبعث ويبذل مجهود علشان يكون موجود فيها. الشق الثاني في التدريب هو ان انا بشتغل على بعمل له تقييم الاول. بقيمه من خلال مجموعه اختبارات. بحدد نقط الضعف اللي موجوده في كل واحد حسب النشاط اللي هوظفه ليه. طبعا. وبعدين ابتدي اشتغل في التدريب اثناء التدريب العملي، اللي هو بنسمي احنا عندنا على نقاط الضعف الاول. 80% من التدريب تدريب عملي. 20% ممكن يبقى نظري. التدريب العملي خلال العمل بعمل بعد كده نوع من انواع التقييم بعد ما اخلص. ابتدي اشوف تاني ايه اللي اكتسبه وايه محتاجه، لحد ما اوصل في الاخر ان اقدر الاقي ان ده خلاص الناس دي اهتمت وخدت وجرعه، وفي ناس والله ما كانتش عندها. بسال حضرتك ليه وبخش في تفاصيل عملك ليه؟ لان مفيش كلام ومفيش حد يقدر ينكر عن نجاحات الهيئه العربيه للتصنيع بكل شركاتها 13 شركه، كلها مشاريع ناجحه، كلها مشاريعها على الارض، كلها بنلمسها كل يوم، سواء في عربات قطارات، سواء في المترو، سواء في صوب زراعيه، في المياه، في انوار، في اضاءه، في حاجات كتير جدا، كل المشروعات ناجحه. فانا عايز اشوف مقومات النجاح دي ايه عشان يا رب تتنقل بره.
يعني انا مش عايز اخليها بره وجوه وان الهيئه العربيه دي حاجه، لا ما هي هي بتاخد من المجتمع ومن ضمن المجتمع المصري، ولكن عايز اعرف مقومات النجاح ايه؟ فهل هي القدره البشريه بس ولا توافر الاليات من مصانع والكلام ده ايه؟ العنصر الرئيسي في نجاح اي منظومه الاداره. طبعا طبعا كلام محترم. الاداره، اداره الهيئه العربيه للتصنيع او رئاسه الهيئه في ادارتها للموضوعات بتاخدها بالصوره اللي تنجحها. أوه. مش بالصوره التقليديه. وبالتالي نجاح اي منظومه اداره. طب الاداره دي مثلا، يعني حضرتك موجود دلوقتي في قطاع الموارد البشريه وعندك مجموعه من الافكار للتنميه البشريه للعاملين جوه او لمبادرات، ولكن حضرتك دلوقتي ما بقتش موجود في الهيئه العربيه للتصنيع، اللي هيجي بعد كده بيكمل بقى على افكار حضرتك ولا ما بيكملش؟ بكل تاكيد. يبقى الاداره بتعمل ايه؟ أوه. الاداره بتخليني احط اليات عمل ثابته، دريل. انا موجود، غيري موجود، لازم يشتغل عليه بصرف نظر مين هيبقى منفذ للاليات دي. الاليات دي محطوطه، وده اعتقد برضو من نجاحات الهيئه العربيه ده. دي سياسه استراتيجيه بتحطها الهيئه للعمل للموارد البشريه او للتطوير، بنبتدي نشتغل عليها واللي بعدينا يشتغل عليها وهكذا. باستعانه بمدنيين، ما هو حضرتك مهندس، يعني حضرتك مهندس مدني، وكان معايا مهندس عبد الصادق مهندس مدني. الهيئه اعتقد بقى ما اعتقدش بتشتغل بس على العسكريين او خريجين الكليات العسكريه، لا دي بتستعين بخبرات من بره اللي تفيدها. هو الهيئه عمرها ما كانت هي بس عسكريين او مدنيين. ده اللي عند كتير من الناس. لا لا، الهيئه زي ما فيها بتحتاج عسكريين للاداره في كثير من الاحيان، فعندنا كلنا مدنيين وبنشتغل عادي. لا، اللحمه، هذه اللحمه موجوده. لا لا لا، تفرقه، دي ثقافه مغلوطه عندنا. لا ده ثقافه مغلوطه تماما. لا تفرقه بين عسكري ومدني. نحن مصريين. مين هيفيدني؟ مين هيفيد البلد؟ نحن مصريين. ده كلام محترم جدا. لسه مكملين مع المهندس اشرف خليل رئيس قطاع الموارد البشريه بالهيئه العربيه للتصنيع، واتكلمنا عن مبادره محترمه جدا، علم ابنك حرفه. اللي عايز يشارك في المبادره ممكن من خلال النهارده او بكره يبدا يبعت على موقع الهيئه، وهيبقى موجود حالا على صفحتنا على الفيسبوك الموقع، تخش وتقدم من خلاله. المبادره هتستمر على مدار اسبوعين بدايه من 23/8. اتكلمنا عن مقومات نجاح صراحه الهيئه العربيه للتصنيع بشقايها، وتحديدا بيكون معانا المهندس اشرف خليل رئيس قطاع الموارد البشريه، فاتكلمنا على العنصر البشري اللي اعتقد من اسباب النجاح، واضاف لينا عنصر الاداره برضو من اسباب نجاح الهيئه العربيه للتصنيع بكل مشاريعها. لسه مكملين معاكم، لو عندك اي استفسار ممكن من خلال ارقام رسائلنا على 199 9، او من خلال تليفوناتنا على 2 18 10 8 66، او من خلال صفحتنا على الفيسبوك سلاش راديو 9090. هواها مصري على الراديو 9090. لسه احمد خيري مكمل معاكم في حال بلدنا، وفي ضيافتنا ومنورنا في الاستوديو المهندس اشرف خليل رئيس قطاع الموارد البشريه بالهيئه العربيه للتصنيع. وزي ما قلنا اتكلمنا على مبادره علم ابنك حرفه، واللي خاص راديو 9090 وحال بلدنا، ان بكره كمان ان شاء الله فيها هتبدا مبادره ثانيه، واللي عايز يتقدم ممكن من خلال الموقع الموجود حالا على صفحتنا. ولكن عندي سؤال كده لمحته قدامي، عصام محمد بيقول طب هو الاب بيعرف ان ابنه صاحب حرفه؟ يعني الاب ممكن يعرف عشان كده يخش المبادره، ولا هو يخش وممكن انت حضرتك تبقى معني بده؟ هو زي ما قلت لحضرتك، احنا مش الهدف مش هدف الرئيسي ان انا بعرفها. ده احنا اخترنا الحلف اللي بيقدر يشوفها في حياته كل يوم. الكهرباء، السباكه، النقاشه، النجار، كل يوم عنده مشكله في مفتاح في الكهرباء بالظبط، في لمبه، في دوايا، فيشه. بنوري له ازاي يتعامل مع الموضوع بدون اي خوف، يبتدي يتعامل معاه لحد الموضوع كبير، بيبتدي هو يعمل الحل للموقف، بيكون بقى اشتغل على نفسه وعرف الاكتر لحد ما يجي الاكبر اللي يعمله له. مش هدفنا ان احنا نخليه حرفي بالصوره، لكن ولينا هدف اخر هو احترام الحرفه. احترام المهنه. دي فاقدين الثقافه بتاعتها، ان احنا بنشوف ان الاعمال الفنيه كلها والحرفيه لا تمتهن، لانها هي اساس اساس بنى المجتمع. وكل الدول اللي تقدمت من الاعمال الحرفيه والفنيه. ده جزء، ده شق، لكن مش شق ان انا اخليه حرفي. شك ان انا بكسبه مهاره الحرفه، لكن بكسبه جنبها مجموعه من المهارات الاخرى الكثيره اللي بتحاول تساعده ان يكون ناشئ جيد. اعتقد بتحاول تساعد الاسره، عشان كده قريت استاذ عصمت او استاذ عصمت، انا اسف لو سيده، ان هو انت بتساعده انه يعرف ابنه. يعني هو ممكن ما يبقاش عارف ابنه وطموحاته ايه، هو منعزل عنه، لا انت رجعته تاني للمجتمع، يقعد مع باباه، يقعد مع والدته، يقعد مع اخواته، رجعته للمجتمع تاني، عرفته ممكن الولد ده يتوجه لايه. فانت ساعدت الاب والام، مش ساعدت الابن بس. لا برضو انت حضرتك يعني لمست نقطة مهمة جدا، ان اي حد يكتسب سهل نكسبه الشيء. طبعا. ما ينفعش نحكم على حد من غير ما نقدر نبص على كل الزوايا عنده. يعني فبالتالي زي المبادرات دي بتطلع من الولاد اللي احنا مش شايفينه. بالظبط.
ما انا بقول حاجه، انت ساعدت الاب والام، ساعدت الولد طبعا في الاول، ولكن ساعدت الاب والام. فكر محترم الصراحه من مهندس اشرف خليل ومن الهيئه العربيه للتصنيع، شعار مبادره جديده اسمه علم ابنك حرفه. مهندس اشرف انت نورت الراديو 90 90 ودايما موجود معانا كده، رب ان شاء الله. خلص حلقتنا، ولكن ملفاتنا ما انتهتش، دايما موجودين معاكم ان شاء الله. بكره حلقه جديده وملف جديد باذن الله من حال بلدنا. ما عرفناش نرجع تاني لاستاذ حمدي عبد العزيز متحدث رسمي باسم وزاره البترول، الخط قطع اكتر من مره، وكان معانا ضيفنا الكريم. هنحاول نعود الاتصال مره اخرى تاني بكره ان شاء الله باستاذ حمدي، نعرف منه مزيد من الاستفسارات عن الاكتشافات الجديده للبترول وللوزاره، بالاضافه لبعض الاقاويل اللي اتقالت عن زياده اسعار البنزين. انا عارف ان الوزير المفروض قاعد بقاله 3 ايام مع لجنه معنيه من مجلس النواب حول زياده أسعار البنزين، هل تزيد ومش هتزيد، هي اشاعات ولا مش اشاعات. هنحاول تكون موجوده معانا بكره ان شاء الله. دقايق وهكون معانا زميلتنا فاطمه خليل واطلاله اخباريه سريعه على اخر مستجدات الاخباريه للدقيقه الاولى للثانيه عشر.